دار الهدى دار لمن رام العلا، ولها مدار العلم من قوم جلا، منهم عباقر كاللبامع أسسوا قصرا على تقوى وإخلاص جلا، فمدار جامعة تخص هداية فوق الثلاثة من عمود ظللا، تدعو إلى كنز الهدى أصحابها، منها يربى الطفل من أم خلا. العلم والتعليم من نوعيهما، ما للدنا تحوي وما للآجلا، نعم الأساتذ والشيوخ زمامها، في سادة فيهم وقار قد جلا، نجمان نفخر منهما للجامعة، جمعية العلماء من لهما الولا، وسيد الجفري ترأس أمة، وكذا المعرف بالبهاء من الملا، كالبحر فيها موجها يتلاطم، علما وفنا واللغات تكملا، الآن صارت دوحة أغصانها تغشى بلادا مثمرات تجعلا.